ما عندهم جاهزيه وتوظيفهم. كي تقول لي على انجي ورب انت باش تعطيني لا توظيفهم، انت حكيت على الجاهزيه نراهم جاهزين، اما خلينا نحكي على التوظيف قبل الجاهزيه. لا استنى نحكي لك على نجم يكون التوظيف هو اللي اثر على الجاهزيه. نحكي لك التوظيف هما بيدهم وهما متعودين، ولكن ما قاموش في الجاهزيه. علاش يحطوها على الملعبيه وقت اللي انت كنت نجم تعمل دي شو اخرين سي يوسف؟ سامحني نعطيك دي جوار، نعطيك دي جوار وتقول لي هذوما موظفين في المكان نتاعهم ولا لا؟ ناخذ لي دي جوار من التيران اللي هما من الفين يلعبوا ومن الفين يعملوا لا ديفيرونس. عيدوني يا صخيري. صخيري يعطيك الصحة. توظيفهم على العادة مش على العادة، لكن هم جاهزين. وحنا بعل لعب في بلاس اليوم سيت ان ريجيسور ما لعبش في بلاس. شوف حنا بعل ما جاش اليوم حنا بعل. شوف لا لا سامحوني سامحوني، حنا بعل اكتشفناه في الفترة الأخيرة. صحيح. ولحد الآن ما خذاش مكان. ما تنساوش في ماتش الجزائر لعب في شيراهكية وبقى مقابلة طيبة. وتفاجأنا كيفاش خرجوا. ولعب في الكوتي هكا كان تحكي على انيس كان تحكي على لا لا انا كنت انا قلت لك توظيف ما حكيتش على الجاهزيه انا نحكي اليوم وقت اللي تلعب انت ب 3 5 2 ولا 3 4 3 ولا نحكيو الرسوم هذيك اللي تحب عليها انت كل كنا نجمو نشوفوا ما نوتر شوا 3 4 3 اكزامبل مثلا علاش اليوم النزعة الدفاعية ديما في قناعات المدرب ولا سوا ديزون اليوم ياسر فكر دفاعي راهو اليوم تلعب ب 3 5 2 بالنسبة لي انا 3 5 2 يعني تشوف في الـ 30 35 مينوت راهي توصل تالي راهو كرازيونا بارتو راه ما خلوناش نتحركوا من المناطق نتاعنا انا بالنسبه لي انا كنا نجم نشوف الافضل نعطيك حاجه اخرى مثلا باش نعرف اللي انا المدرب اليوم كيفاش يخمم احسن ملاعب اليوم بلال عيفة خرج وقت اللي انت يلزمك تخرج برون الخزري اللي هو باربو انا ناكد لك اللي انا عم لاعبي ونحترم الملعبيه وما عنديش الحق نقول عليه باربو على خاطر احترام المانا واحد مي السيد هذايا راهو ولا يتطاول عين عينك يعني ولات امور دبوري في الكومبورتمون تاعو في تصرفاته في ما نحكيش على الحياه اليوميه خاطر ما نعيش معاه لكن اللي نشوفه نعرف نقيم راني ملاعبي ونعرف نقيد كومبورتمون تاع ملاعبي وعندي عندي الحق اني خاطر عشت ونعرف من الكومبورتمون السيد راهو انتوشابل في ليكيب ناسيونال اليوم السيد انت تخرج سليتي بزمو خير من الخزري. استنى نتفاعل معك انيس، شفت الكلمه اللي قلتها كي تشوف الخزري. انا كيفك كنت من بعيد كنت نتفرج اللي قلته انت انا قلته انيس هذايا نستعمل هو كلمه كل باربو ما نحبش نستعمل نقول كالكا الي ديفيسيل معناها صعيب لكن وقت اللي قربت انيس وعشت معاه لا طبيعه الي ديسيبليني إلي ثم مصلحة المنتخب كان هذا الكومبورتمون هذا ما مشاش مع المنتخب سي يوسف سي يوسف يتمشى راهو السيد تقول لي طبيعته ثم ملاعب طبيعته في البرا نوع لكن هذا ميدان هذا ميدان فيه السرعة فيه الجرينتا فيه اللاباتا ستيلو مثلا علاش ستيل هذا ماهوش في كما في سانتيتيان كما في المنتخب اكزومبل نحكي لك لونفي اللي موجود عنده في سانتيتيان لونجاجمون اللي موجود عنده خليني نقول لك حاجه سي يوسف مدلل هنا خليني نقول لك لا كان سي يوسف كان تولي تقول ناتور وانا كي قربت له هكاك ناتور الي بارتو الناتور نتاعو كان هذيك الناتور نتاعو كيما يكون في سانت اتيان كيما يكون في المنتخب ديما نشوفوا فيه لكن هو في سانت اتيان يوري وجه اخر تماما سور لو بلون تكتيك تشوفوا في سانت اتيان ريكوبيراسيون ويرجع ويريكوبيري خاطر فما ديزيكزيجونس هذيك فما محاسبات مش اسمي برك يا انيس فما محاسبات مش اسمي برك راهو من بكري تعدى مع كاسبر زيك هكاك تعدى مع لونتور فما حسابات سي يوسف فما حسابات اللي انا معناها برون علاش جون مدون با دو لا ميم مانيير في المنتخب كيما في الفريق نتاعي.